لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتي ولن تفلحوا إذا أبدا. قال ابن جرير رحمه الله في خبره وهب ابن منبه عن فتية أصحاب الكهف قال ولا يشعر العبد الصالح أن دقيانوس وأهل زمانه قد هلكوا قبل ذلك 309 سنين أو ما شاء الله من ذلك، إذ كان ما بين أن ناموا إلى أن استيقظوا 309 سنين. فلما رأى يمليخ باب المدينة، يمليخ الول الذي أرسلوه بورقهم ليشتري لهم طعاما، فلما رأى يمليخ باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان إذا كان ظاهرا فيها، فلما رآها عجب وجعل ينظر مستخفيا إليها، فنظر يمينا وشمالا فتعجب بينه وبين نفسه، ثم ترك ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها فنظر، فرأى من ذلك ما يحيط بالمدينة كلها، ورأى على كل باب مثل ذلك. يعني ممكن يلاقي علم مكتوب في لا إله إلا الله مثلا يعني. فتحول قال فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست بالمدينة التي كان يعرف، ورأى ناسا كثيرين محدثين لم يكن يراهم قبل ذلك، فجعل يمشي ويعجب ويخيل إليه أنه حيران، ثم رجع إلى الباب الذي أتى منه فجعل يعجب بينه وبين نفسه ويقول يا ليت شعري أما هذه عشية أمس. فكان المسلمون يخفون هذه العلامة ويستخفون بها، وأما اليوم فإنها ظاهرة لعلي حالم، ثم يرى أنه ليس بنائم، فأخذ كساءه فجعله على رأسه ثم دخل المدينة، فجعل يمشي بين ظهري سوقها فيسمع أناسا كثيرا يحلفون باسم عيسى بن مريم، زي الناس اللي جرعدنا والنبي مثلا يعني. أن هذا لا يجوز، إلا أنه يمكن أن يوجد من الناس من يفعل ذلك. فزاده فرقا ورأى أنه حيران، فقام مسندا ظهره إلى جدار من جدر المدينة ويقول في نفسه والله ما أدري ما هذا، أما عشية أمس فليس على الأرض إنسان يذكر عيسى بن مريم إلا قتل، وأما الغداة فأسمعهم
وكل إنسان يذكر أمر عيسى لا يخاف. ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف، أسمع كلام أهلها ولا أعرف أحدا منهم، والله ما أعلم مدينة قرب مدينتنا. فقام كالحيران لا يتوجه وجها، ثم لقي فتى من أهل المدينة فقال له: ما اسم هذه المدينة يا فتى؟ قال: اسمها إفسس. فقال في نفسه: لعل بي مسا أو بي أمر أذهب عقلي، والله يحق لي أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شر فأهلك. هذا الذي يحدث به يمليخ أصحابه حين تبين لهم ما به، ثم إنه أفاق فقال: والله لو عجلت الخروج من المدينة قال قبل أن يفطن بي لكان أكيس لي. فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الورق التي كانت معه فضة فأعطاها رجلا منهم، فقال: بعني بهذه الورق يا عبد الله طعاما. فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشها فعجب منها، ثم طرحها إلى رجل من أصحابه فنظر إليها، ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل ويتعجبون منها، ثم جعلوا يتشاورون بينهم ويقول بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد أصاب كنزا خبيئا في الأرض منذ زمان ودهر طويل. فلما رأهم يتشاورون من أجله فرق فرقا شديدا، وجعل يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه، وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس يسلمونه إليه. وجعل أناس آخرون يأتونه فيتعرفونه، فقال لهم وهو شديد الفرق منهم: أفضلوا علي؟ قد أخذتم الورق فقد أخذتم ورقي فأمسكوا، وأما طعامكم فلا حاجة لي به. قالوا له: من أنت يا فتى وما شأنك؟ والله لقد وجدت كنزا من كنوز الأولين، فأنت تريد أن تخفيه منا، فانطلق معنا فأريناه وشاركنا فيه، نخفي عليك ما وجدت، فإنك إلا تفعل نأتي بك السلطان فنسلمك إليه فيقتلك. فلما سمع قولهم عجب في نفسه وقال: قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منه. ثم قالوا: يا فتى إنك والله ما تستطيع أن تكتم ما وجدت، ولا تظن في نفسك أنه سيخفى حالك. فجعل أمليخا لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم، وفرق حتى ما يحير إليهم جوابا. فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطوقوه في عنقه، ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة ملببا، مسكين هدوم يعني، حتى سمع به من فيها. فقيل: أخذ رجل عنده كنز. واجتمع أهل المدينة صغيرهم وكبيرهم فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة، وما رأيناه فيها قط، وما نعرفه. فجعل أمليخ لا يدري ما يقول لهم مع ما يسمع منهم. فلما اجتمع عليه أهل المدينة فرق، وكل شوية فرق، ده حاجة صعبة، فسكت فلم يتكلم، ولو أنه قال إنه من أهل المدينة لم يصدق، وكان مستيقنا أن أباه وإخوته بالمدينة، وأن حسبه من أهل المدينة من عظماء أهلها، وأنهم سيأتونه إذا سمعوا،
أن حسبه قرابته من أهل المدينة من عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا، وقد استيقن أنه من عشية أمس يعرف كثيرا من أهلها وأنه لا يعرف اليوم من أهلها أحدا. فبينما هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله أبوه أو بعض إخوته فيخلصه من أيديهم، إذ اختطفوه فانطلقوا به إلى رئيس المدينة، إلى رئيسي المدينة ومدبريها اللذين يدبران أمرها، وهما رجلان صالحان، كان اسم أحدهما إريوس واسم الآخر إسطيوس. فلما انطلق به إليهما ظن أمليخا أنه ينطلق به إلى دقيانوس الجبار ملكهم الذي هربوا منه، فجعل يلتفت يمينا وشمالا وجعل الناس يسخرون منه كما يسخر من المجنون والحيران. فجعل يمليخ يبكي ثم رفع رأسه إلى السماء إلى الله ثم قال: اللهم إله السماوات والأرض، أول اجمعي روحا منك اليوم تؤيدني به عند هذا الجبار. وجعل يبكي ويقول في نفسه: فرق بيني وبين إخوتي، يا ليتهم يعلمون ما لقيت وأني يذهب بي إلى دقيانوس الجبار، فلو أنهم يعلمون فيأتون فنقوم جميعا بين يدي دقيانوس، فإنا كنا تواثقنا لنكونن معا، لا نكفر بالله ولا نشرك به شيئا ولا نعبد الطواغيت من دون الله، فرق بيني وبينهم فلن يروني ولن أراهم أبدا، وقد كنا تواثقنا أن لا نفترق في حياة ولا موت أبدا. يا ليت شعري ما هو فاعل بي، أقاتلي هو أم لا؟ ذلك الذي يحدث به يمليخ نفسه فيما أخبر أصحابه حين رجع إليهم. فلما انتهى إلى الرجلين الصالحين إريوس وأسطيوس، فلما رأى يمليخ أنه لم يذهب به إلى دقيانوس أفاق وسكن عنه البكاء. فأخذ إريوس وأسطيوس الورق فنظر إليه وعجب منه، ثم قال أحدهما: أين الكنز الذي وجدت يا فتى؟ هذا الورق يشهد عليك أنك قد وجدت كنزا. فقال لهم يمليخا: ما وجدت كنزا، ولكن هذا الورق ورق آبائي ونقش هذه المدينة وضربها، ولكن والله ما أدري ما شأني وما أدري ما أقول لكم. فقال له أحدهما: ممن أنت؟ فقال له يمليخا: ما أدري، فكنت أرى أني من أهل هذه القرية. قالوا: فمن أبوك ومن يعرفك بها؟ فأنبأهم باسم أبيه، فلم يجدوا أحدا يعرفه ولا أبا. فقال له أحدهما: أنت رجل كذاب لا تنبئنا بالحق. فلم يدر يمليخ ما يقول لهم غير أنه نكس بصره إلى الأرض. فقال له بعض من حوله: هذا رجل مجنون. فقال بعضهم: ليس بمجنون، ولكنه يحمق نفسه عمدا لكي ينفلت منكم. فقال له أحدهما ونظر إليه نظرا شديدا: أتظن أنك إذ تتجانن نرسلك ونصدقك بأن هذا مال أبيك؟ وضرب هذه الورق ونقشها منذ أكثر من 300 سنة، وإنما أنت غلام شاب نظن أنك تأفكنا ونحن شمت كما ترى، وحولك سرات أهل المدينة وولاة أمرها، إني لأظنني سأمر بك فتعذب عذابا شديدا ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي وجدت. فلما قال ذلك قال يمليخ: أنبئوني عن شيء
أسألكم عنه، فإن فعلتم صدقتكم عما عندي. أرأيتم دقيانوس الملك الذي كان في هذه المدينة عشية أمس ما فعل؟ فقال له الرجل: ليس على وجه الأرض رجل اسمه دقيانوس، ولم يكن إلا ملك قد هلك منذ زمان ودهر طويل، وهلكت بعده قرون كثيرة. فقال له يمليخ: فوالله إني إذا لحيران، وما هو بمصدق أحد من الناس بما أقول. والله لقد علمت، لقد فررنا من الجبار دقيانوس، وإني قد رأيته عشية أمس حين دخل مدينة إفسس، ولكن لا أدري أمدينة إفسس هذه أم لا. فانطلق معي إلى الكهف الذي في جبل بنجلوس أريكم أصحابي. فلما سمع إريوس ما يقول يمليخا قال: يا قوم، لعل هذه آية من آيات الله جعلها لكم على يدي هذا الفتى، فانطلقوا بنا معه يرنا أصحابه كما قال. فانطلق معه إريوس وأستيوس، وانطلق معهم أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم. ولما رأى الفتية أصحاب الكهف يمليخا قد احتبس عليهم بطعامهم وشرابهم عن القدر الذي كان يأتي به، ظنوا أنه قد أخذ، فذهب به إلى ملكهم دقيانوس الذي هربوا منه. فبينما هم يظنون ذلك ويتخوفون، إذ سمعوا الأصوات وجلبت الخيل مصعدة نحوهم، فظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس، فبعث إليهم ليؤتى بهم. فقاموا حين سمعوا ذلك إلى الصلاة، وسلم بعضهم على بعض، وأوصى بعضهم بعضا، وقالوا: انطلقوا بنا نأتي أخانا يمليخا، فإنه الآن بين يدي الجبار دقيانوس ينتظر من متى نأتيه. فبينما هم يقولون ذلك وهم جلوس بين ظهري الكهف، فلم يروا إلا أريوس وأصحابه وقوفا على باب الكهف، وسبقهم يمليخا فدخل عليهم وهو يبكي. فلما رأوه يبكي بكوا معه، ثم سألوه عن شأنه فأخبرهم خبره، فقص عليهم النبأ كله، فعرفوا عند ذلك أنهم كانوا نياما بأمر الله ذلك الزمان كله، وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس وتصديقا للبعث، وليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها. ثم دخل على إثر يمليخا إريوس، فرأى تابوتا من نحاس مختوما بخاتم من فضة، فقام بباب الكهف، ثم دعا رجالا من عظماء أهل المدينة، فتح التابوت عندهم، فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوبا فيهما كتاب، فقرأهما، فوجد فيهما: إن مكسلمينا ومحسلمينا ويمليخا ومرتونس وكستونس ويبورس ويكرنوس ويطبيونس وقالوش، يعني أسامي رومية، كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يفتنهم عن دينهم، فدخلوا هذا الكهف. فلما أخبر بمكانهم أمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة. وإنما كتبنا شأنهم وقصة خبرهم ليعلمه من بعدهم إن عثر عليهم. فلما قرأوه عجبوا
أحمد الله أن الذي أراهم آية للبعث فيهم، ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه، ثم دخلوا على الفتية الكهف فوجدوهم جلوسا بين ظهريه، مشرقة وجوههم، لم تبل ثيابهم. فخر أريوس وأصحابه سجودا وحمد الله الذي أراهم آية من آياته، ثم كلم بعضهم بعضا وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس ذلك الجبار الذي كانوا هربوا منه. ثم إن إريوس وأصحابه بعثوا بريدا إلى ملكهم الصالح تيدوسيس أن عجل لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها الله على ملكك، وجعلها آية للعالمين لتكون لهم نورا وضياء وتصديقا بالبعث. فأعجل على فتية بعثهم الله فأعجل على فتية بعثهم الله وقد كان توفاهم منذ أكثر من 300 سنة. فلما أتى الملك تيدوسيس الخبر قام من المسندة التي كان عليها ورجع إليه رأيه وعقله، وذهب عنه همه ورجع إلى الله عز وجل، فقال: أحمدك اللهم رب السماوات والأرض، أعبدك وأحمدك وأسبح لك، تطولت علي، أنعمت علي ورحمتني برحمتك، فلم تطفئ النور الذي كنت جعلته لآبائي وللعبد الصالح قسطنطينوس الملك. فلما نبأ به أهل المدينة ركبوا إليه وساروا معه حتى أتوا مدينة إفسس، فتلقاهم أهل المدينة وساروا معه حتى صعدوا نحو الكهف حتى أتوه. فلما رأى الفتية تيدوسيس فرحوا به وخروا سجدا على وجوههم، وقام تيدوسيس قدامهم ثم اعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه ويقولون: والله ما أشبه بكم إلا الحواريون حين رأوا المسيح. وقال: فرج الله عنكم كأنكم الذين تدعون فتحشرون من القبور. فقال الفتية لتيدوسيس: إنا نودعك السلام، والسلام عليك ورحمة الله، حفظك الله وحفظ لك ملكك بالسلام، ونعيذك بالله من شر الجن والإنس. فأمر بعيش من خذر ونشيل، إن أسوأ ما سلك في بطن الإنسان ألا يعلم شيئا إلا كرامة إن أكرم بها، ولا هو إن أهين إلا بها. يقولوا كده مش موجودة كمان، يقولوا: حب يقتات به خذر، والنشيل اللبن ساعة يحلم. والعبارة فيما يظهر من بقية كلام أصحاب الكهف. فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا، وتوفى الله أنفسهم بأمره. وقام الملك إليهم فجعل ثيابه عليهم، وأمر أن يجعل لكل رجل منهم تابوت من ذهب. فلما أمسوا أنام أتوه في المنام فقالوا: إنا لم نخلق من ذهب ولا فضة، ولكن خلقنا من تراب، وإلى التراب نصير، فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى بعثنا الله منه.
فأمر الله حينئذ بتابوت من ساج فجعلوهم فيه، وحجبهم الله حين خرجوا من عندهم بالرعب فلم يقدر أحد على أن يدخل عليهم، وأمر الملك فجعل كهفهم مسجدا يصلى فيه، وجعل لهم معيدا عظيما، وأمر أن يؤتى كل سنة. فهذا حديث أهل أصحاب الكهف، والله أعلى وأعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.